أعطي تعقيب لفريق تقدمه الاشتراكية. شكرا لكم سيد الوزير المحترم على جوابكم. نؤكد لكم بأننا في فريق التقدم والاشتراكية لسنا ضد عملية التلقيح ولسنا ضد استعمال هذا الجواز. نحن مع خروج بلادنا آمنة من هذه الجائحة، ونتمن المجهودات الكبيرة التي قامت بها بلادنا في مجال توفير اللقاحات وبالمجان وفي نجاح عملية التلقيح. لكننا نناقش اليوم قرار الحكومة المتسرع والمرتبك من أجل فرض جواز التلقيح دون استشارة ولا إخبار ولا آجالات معينة، وما سببه ذلك من تعطيل حقوق المواطنين والمواطنات وحاجيتهم اليومية الإدارية والاجتماعية، وكذلك منعهم من ولوج الإدارات والمرافق العمومية ووسائل النقل العمومي ومن حقوق مشروعة كذلك. والدليل اليوم هو حالة الارتباك والفوضى والاكتظاظ الذي تعرفه مراكز التلقيح بعدد من المدن بسبب قرار الفرض المفاجئ لجواز التلقيح، كما أن هذا الإجراء حرم الآلاف من التلاميذ والطلبة من متابعة دروسهم ومن اجتياز مباريات التوظيف كحق دستوري مكفول للجميع، وحرم مئات من الموظفين والموظفات وآلاف المستخدمين والمستخدمات من الولوج إلى مقر عملهم. سيد الوزير، كفريق تقدم الاشتراكية ندين التدخل العنيف الذي يقابل به المواطنات والمواطنون الذين لا يحملون جواز التلقيح. سيد الوزير، إن عدد من الدول اليوم التي اتخذت قرار فرض جواز صحي فتحت نقاشاً عميقاً ومنحت آجالاً كافية قبل فرضه لتمكين الراغبين في التلقيح من القيام بذلك. ومن هنا نريد السيد الوزير أن تكون حكومتكم صريحة وشجاعة مع المغاربة، وأن تفكوا لهم لغز التلقيح اختياري وجواز التلقيح إجباري. وشكراً لكم.